تشارك الهيئة العامة للصناعات الحرفية في فعاليات معرض بوردو الدولي بفرنسا في دورته 93، وذلك للتعريف بالموروثات الحرفية العمانية للزوار عبر وسائط وتقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى عرض تجربتها المؤسسية والمتمثلة في البيت الحرفي العماني. نفت شرطة عمان السلطانية اليوم عبر حسابها الرسمي في تويتر الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير لون لوحة المركبات في السلطنة. باشر نحو 1000 شخص من أبناء العشائر في محافظة الأنبار غرب العراق دورة عسكرية تدريبية للمساهمة مع فصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في القتال ضد تنظيم داعش في محافظتهم. تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مسيرة ضخمة ضمت 250 ألف شخص في الساحة الحمراء حاملا صورة والده وهو من قدماء المحاربين، وذلك إحياء للذكرى 70 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. أفاد المدرب الإيرلندي برندان روجرز المدير الفني لفريق ليفربول بأنه متفائل بتأهل فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حال فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية من عمر الموسم الحالي.